إعلان الجامعة العربية نيتها إلغاء تصنيف حزب الله اللبناني من قوائم التنظيمات الإرهابية لديها أثار استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. مغردون أطلقوا هاشتاغ حزب الله إرهابي، عبروا من خلاله عن سخطهم لوضع لبنان المتردي اقتصادياً وسياسياً وأمنياً بسبب الحزب وتصرفاته. رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة اعتبر أيضاً خلال مداخلة له مع قناة العربية أن قرار الجامعة يجب أن يأتي مقابل شيء ما يخدم مصالح لبنان واللبنانيين، وليس كهدية تقدم بالمجان لصالح حزب الله. نعتقد أنه كان من الأفضل لو جرى التوقف عن ما يسمى إسداء الهدايا المجانية، يعني كان من الممكن أن يصار إلى النظر في هذا الأمر، ولكن لقاء إنجاز يتحقق لمصلحة لبنان ولمصلحة أيضا الأمن والسلم في لبنان. الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي وعقب زيارته لبيروت أوضح أن تصنيف حزب الله بالإرهابي قبل 8 أعوام أدى إلى قطع التواصل معه، على عكس ما أتاحه التراجع عن القرار اليوم. ورأى الخبراء قرار الجامعة بأنه جاء لتجنيب لبنان بسبب تصرفات حزب الله مصير غزة بعد هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس، ضمن ترتيبات عربية جديدة لمنع أي اعتداء في توقيت يشهد تهديدات إسرائيلية رسمية بشن حرب شاملة ضد الجنوب اللبناني.